يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المسلم من حرج إذا جاء بكل أدعية الاستفتاح في الصلاة المفروضة؟ لا، ما يجمع بينها، ما يجمع بينها، لكن يقول هذا تارة وهذا تارة. أما الجمع بينها في صلاة واحدة فهذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بينها، وإنما كان يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. نعم.